مفيش ظلم، يعني بلاش نفكر كده، خلينا نشوف الحاجات الإيجابية. مفيش ظلم. النهاردة The Voice أنا بعتبره هو مرحلة تعارف بين الأصوات وبين الجمهور، والحمد لله الأصوات، يعني سواء شيماء أو عصام، الأصوات المغربية حتى أمر، الجمهور سمعهم وحبهم، وده اللي كان مطلوب من البرنامج. هو مش ضروري كل الناس هتكسب، في واحد بس هيفوز، وانا بظن اللي هيكسب مش دي مش نهايه الحكايه، ده بدايه برضو. ده اللي كنت طول الوقت بقوله، المهم انه الناس حبتهم، وهو ده اللي المفروض يشتغلوا عليه.